أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. أما من طغى وأثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.